عودة لكم مشاهدينا من جديد مع جولة حوارية جديدة من برنامج مساء الخير يا كويت، ولقاء على الهواء مباشرة مع الفنانة التشكيلية طيبة قبادرد. حياك الله، سعيدين جدا بتواجدك معنا يا طيبة. الله يحييك. حياك الله طيبة، راح نستكمل حوارنا معاك ونتعرف أكثر على الفن اللي تقدمينه، لكن من بعد ما نشوف هذا التغيير. حياك الله طيبة، يعني بصراحة في البداية ودنا نتعرف ونعرف السادة المشاهدين منو هي طيبة قبازرد. أول شيء أنا طيبة قبازرد، خريجة أمريكا علوم كيميائية، وعندي ماينر باستوديو أرت اللي هو فن استوديو. فن الاستوديو يشمل كل شيء، يعني من تصوير إلى الرسم إلى يعني كل انواع الفن. كل انواع الفن. كل انواع الفن. مع انه ما شغل. اول شيء ذكرتي علوم. علوم اي، بس يعني هذا تخصصي، وهم تخصصت بالفن لانه يكون شيء انه احبه. حلو. يعني كهوايه ثانيه. كهوايه. يمكن شفنا مع بعض من خلال التقرير بعض الرسومات، وكان سؤالي لك شنو اتجاهك الفني؟ شنو الرسومات اللي شفناها تعتبر ضمن اي مدرسه؟ يكون اكثر شيء لاين دراينج، اللي هو بالخط، اللي يعني الخط اللي ما يوقف. هذا اللي بديت فيه. كذي خط، يعني خط متواصل. متواصل اي. فارسم يعني مثلا لوحه كامله بدون ما ارفع القلم، كانت بدايتي كذي. بعدين قلت اغير، فيعني انا احب اسوي كل انواع الفن، يعني ما عندي يعني مثلا فن معين اميل له. حلو. بس كان بدايتي باللاين دراينج. وبعدين وبعدين سويت يعني كل انواع الفن اللي هو البورتري، وحطيت فيه يعني مثلا رسمه تكون لها معنى، شيء كنت احس فيه ارسمه، فيكون شيء في تواصل بيني وبين اللي يشوف اللوحه. حلو. يعني في تشجيع لصقل هذه الموهبه طيبه؟ في تشجيع، كان اول تشجيع لي بامريكا من سعاده الغنص فيصل هولي بلوس انجلوس كاليفورنيا. كان اول يعني تشجيع لي من طرف الكويت يعني. حلو. وما قصر يعني، الله يعطيه العافيه ويطول بعمره، يعني كان يحب يشجع يعني اللي عندهم مواهب بامريكا، ومثلا يسوونه يعني غير دراستهم اللي رايحين في رايحين لها يعني. حلو. فكان هذا اول تشجيع لي. بعدين رديت الكويت و خذيت لي استوديو بوجهه، وكان هذا هم تشجيع لي ان ادش كذا معرض، و كانوا يساعدوني ان ادخل معرض واتعرف على فنانين. حلو. شاركتي يعني بمعارض؟ يعني هذه جاي بسالك، وين تعرضين هذه الاعمال اللي قاعدين نشوفها الحين على الشاشه؟ اعرضها اكثر شيء في قهوتين الحين حاليا، قهوه بمطعم، قهوه ريتشارد كافي اللي بالديره، وهمن في مطعم المكان. حاطه اعمالك هناك؟ حاطه اعمالي هناك، عرضتهم. وشلون شفتي ردود افعال الناس؟ ردود افعال الناس كانت يعني تشجيع لي، يعني ما توقعت رده فعل الناس اللي في الكويت تكون وايد يعني ايجابيه حق اعمالي، وكانوا يقولوا لي يعني مثلا ليش رسمتي شيء، او مثلا انا يعني قاعد احس انه في بيني وبين هاللوحه شيء. فكانت رده فعل الناس اللي تشوف لوحاتي وايد يعني ايجابيه. حلو حلو. من وين تيجي الافكار؟ قاعد اشوف تو الرسومات يعني فيها افكار غريبه، من وين هذه الافكار تي؟ تكون اكثر شيء من شنو مثلا، شيء مريت فيه، شيء حسيت فيه، ساعدت الناس بشيء وجت لي فكره ان ارسمها، يعني الموقف نفسه. اكثر شيء انه يكون شيء فيه احساس. مرات ارسم يعني يكون شيء يعني ما له شغل ولا شيء يعني، بس اغلب الوقت يكون شيء حاسته فارسمه انه عشان بوصل معلومه حق الناس عن شيء كنت انا يعني امر فيه. يعني كرسالة. حابة توصلين رسالة. إيه. يعني باعتقادك توصل رسالة؟ تحققين منها الهدف المنشود؟ أغلب الوقت إيه توصل، لأن أكون مثلاً كاتبة الرسالة باللوحة، أو تكون اللوحة نفسها يعني معبرة. إيه معبرة، فالناس تقول يعني أنا مريت بهالشيء، وايد اتصل حق هاللوحة يعني. نعم. فشون جت لك الفكرة؟ شلون؟ فيكون في تواصل إيجابي. حلو. حلو حلو. راح نستكمل حوارنا معاك طيبة، لكن من بعد هذا الفاصل. حياكم الله مشاهدينا، عودة لكم مرة أخرى، مستمرين معكم وفي لقائنا وفي محطتنا الحوارية الأخيرة مع الفنانة التشكيلية طيبة قبازرد. طيبة، تكلمنا عن مواضيع كثيرة قبل الفاصل، ودنا نتكلم بعد معك عن أعمالك. تحسين
لاقت صدى كبير عند الناس؟ اي الحمد لله يعني لاقت، وفي اعطيت كذا ورشه وفي وايد ناس سجلوا وكانوا يعني مهتمين بالفن هذا اللي هو اللاين دراينج، فهذا كان مع انه صعب هذا الفن. اي صعب، هو مو سهل يعني، تشوف اللوحه تقول سهله بس ياخذ وقت. ايش كثر تاخذ معك اللوحه في هذا الفن تحديدا؟ في مرات ياخذ اسبوع يعني اشيل ارد وين ما وقفت، ومرات لا اكملها يعني يوم كامل يعني لوحه واحده واخلصها يعني خلال كذي 20 يوم كامل. اي زين شنو ابرز اعمالك؟ ابرز اعمالي يعني اقدر اقول العمل اللي سويته بامريكا كان اول معرض لي، وكان يخص عن يعني المراه بامريكا والاشياء اللي يمرون فيها والصعوبات والمسؤوليه وكذي، فسويت لوحات عن هالموضوع. كم لوحه تقريبا؟ تقريبا 11 لوحه. وهذا كان اول معرض؟ كان اول معرض لي. حلو. وسويت كل شيء يعني مني، يعني اجرت المكان وصبغت الطوفه وحطيت لوحاتي وكل شيء يعني، وكان الحمد لله يعني شيء حلو لان بامريكا فيتقبلون الفن هذا. على طاري المراه، ليش من الملاحظ على رسوماتك يعني كلها وجوه نسائيه؟ لاني انا اول شيء مراه، يعني فني اكثر شيء يكون شيء كنت انا حاسه فيه ولا امر فيه، فاحب ان اسوي شيء يبين انا شنو كنت قاعده امر فيه، فحتى لو الشكل يكون غير بس هو يكون اغلب الموضوع عن نفسي يعني عن تعابيري. والرجال ما لهم نصيب من؟ لا لا عادي اسوي بس ما يشجعني وايد، ما ادري ليش. حتى لو موقف يكون شفتي في البيت برا البيت؟ جربت يعني جربت سويت في لوحة يعني حطيت فيها يعني وجوه يعني رجالية، رجالية بس ما ادري ايش رديت مرة ثانية سويت يعني المرة. تقبلين النقد طيبة؟ اي وايد يعني تتقبلينه؟ اي لان يهمني يعني راي الناس شنو، يعني مثلا لوحه كانوا لقوا فيها يعني تواصل بينها او ما لقوا يعني الالوان شيء يشدهم شنو، فيهمني النقد يعني. تاخذينه بعين الاعتبار النقد الموجه حق اعمالك؟ يعني ان شنو؟ يعني مثلا تاخذين بالراي نفسه مثلا اذا كان ايجابي او سلبي؟ اي اخذ منه يعني يفيدني بكذا عمل سويته، يعني مثلا يقولوا لي ليش ما تحطين اكثر الوان؟ ليش رسوماتك ما فيها يعني رسمات اكثر بلوحه واحده؟ فجربت كل شيء يعني. حلو. يعني اتقبل هالشيء من كل من يعني. ربي يوفقك ان شاء الله يا طيبه في معرض قادم قريب ان شاء الله نقدر نقول. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله قريب. ربي يوفقك ان شاء الله. الله يوفقك. مشكوره حبيبتي. مشكوره. يعطيك العافيه. اذا مشاهدينا ما زلنا متواصلين معكم حيث نتابع تقرير يوضح سعي وزاره الصحه في تطبيق الخطط التنمويه المتعلقه في الرعايه الصحيه في الدوله وتطويرها بما يتماشى مع احدث النظم الصحيه المتكامله في العالم.